أهلا أعزائي المشاهدين، شفنا تعليم يسوع المسيح اللي تميز فيه عن أي شخصية أخرى في التاريخ. كتير من الشخصيات التاريخية اللي تكلموا عن القاعدة الذهبية، لكن مثل ما شفنا بشكل سلبي، لكن لأول مرة المسيح بيتكلم بشكل إيجابي، إنه مش بس شيء ما تعمله، لكن تأخذ خطوة أعمق وأبعد، إنك تقوم في شيء وإنك تعمل شيء. اللي عاوز أقوله في الختام من بحيرة طبرية، كأنه ما زلت بسمع صدى صوت تعليم يسوع المسيح، واللي بميز هذا التعليم حياة يسوع المسيح، كلامي روح وحياة. وأنا عاوز أقول أحبائي من هذا المكان، إذا مارسنا القانون الذهبي وإذا فعلا عشنا العظة على الجبل، العالم كله رح يكون أجمل ما يمكن، رح يكون جنة وفردوس ونعيم اللي منعيش فيه على الأرض. لكن بصلي إنه محبة المسيح، خلاص المسيح، معرفة المسيح، مبادئ المسيح الأخلاقية تنتشر في كل الأرض. من منطقة بحيرة طبرية بحييكو، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.